الهجرة اليهودية عام 1948. كان الشعور بالمهانة والمرارة هو الشعور السائد لدى أبناء فلسطين بل والعرب والمسلمين بعد حرب عام 1948، حيث وجد الشعب الفلسطيني نفسه مشتتاً مقتلعاً من أرضه للمرة الأولى. كان من النتائج المباشرة لحرب عام 1948 قيام العصابات اليهودية بتشريد حوالي 60% من الشعب الفلسطيني من أرضهم، حيث شرد بالقوة حوالي 800 ألف فلسطيني إلى خارج الأراضي التي أقام فيها اليهود عليهم كيانهم، ودمر الصهاينة أغلب القرى الفلسطينية ليقيموا على أنقاضها القرى اليهودية، حتى قال موشي ديان: لم تكن هناك أي قرية يهودية لم يتم بناؤها فوق موقع لقرية عربية شرد أهلها. شهدت السنوات الأربع الأولى منذ عام 1948 وحتى عام 1952 سيراً جارفاً من الهجرة اليهودية لم يسبق له مثيل في التاريخ الفلسطيني. وكان الاهتمام بزيادة عدد سكان اليهود في القدس الغربية وبتكثيفهم في أحيائها والمستوطنات الجديدة هو الهدف الذي رمت إليه الحكومة الإسرائيلية من وراء نقل المقرات الرسمية للدولة مثل الكنيست والوزارات إلى المدينة بعد التأكيد على قرار اعتبارها عاصمة البلاد. ومع موجات المهاجرين المتدفقة ركزت الحكومة الإسرائيلية جهود مؤسسات الهجرة واستيعاب المهاجرين على تشجيع استقرار هؤلاء المهاجرين في المدينة المقدسة وتكثيف عمليات الإسكان فيها. مارست الحكومة الإسرائيلية التمييز العنصري ضد من بقي من أبناء العرب على أرض فلسطين، فلم توفر لهم الخدمات الكافية وفرضت عليهم ضرائب بايضة لم تناسب دخلهم، فاضطروا إلى النزول إلى سوق العمل في المدن والمستوطنات اليهودية حيث يعاونون الاضطهاد والاستغلال ويتقاضون أجوراً غير عادلة. لقد مزقت حرب عام 1948 النسيج الاجتماعي والاقتصادي للشعب الفلسطيني الذي وجد نفسه مشرداً في العراء بعد أن استقر في بلاده طوال 4500 سنة ماضية. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها.